وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العليا. أرحب بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا أستاذ. نعم سيادة اللواء، كيف تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وربطه بين ما أطلق عليه الجمهورية الأولى التي أسست لها ثورة 23 من يوليو عبر 71 عام وصولا إلى الجمهورية الجديدة التي يعمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن منذ توليه سلطة الحكم؟ هو طبعا إحنا الثورة اللي عملت تغير في المجتمع المصري هي ثورة 23، ما قبلها كانت كلها خطط لتحضير الثورة القادمة، لأن هي دي الثورة معناها تغيير. وهنا ثورة 23 هي اللي عملت التغيير، عملت المجتمع فقير، المجتمع 90% فقر وجهل أو 70% فلاحين و 90% حفاة والكلام اللي الأمم المتحدة قالته علينا دوت أو العالم كله بيتعامل معانا فيه، إلى أن ده مكانة محورية ونفذت كل الكلام اللي هي مبادئ الثورة الستة اللي عملتهم، نفذت القضاء على الإبطاع عشان تقدر تخلي الفلاحين تعيش وتبقى الثروة جوه مصر مش بره، وتطلعي جيل متعلم أو جيل قادر على أنه يبقى له حقوق وواجبات يعرفها، والقضاء على رأس مالية المحتكرة اللي كانت مرتبطة بالاستعمار وتأمين المصانع والكلام ده وتأمين حياة العمال، يعني هي اللي أصدرت قانون التأمين على الحياة، وهي اللي أصدرت قانون المعاشات سنة 60، ما كانش في الكلام ده موجود في مصر. طب الكلام قضت على الاستعمار نفسه وخلقته سنة 54 باتفاقية الجلاء، وده كان راسخ على سيدنا أكثر من 70 سنة موجود، وبالتالي هنا حققت الجزء اللي كانت بتقوله في القضاء، وبعدين في القيام أقامت قوي، أقامت حياة سليمة والديمقراطية اللي هم بيعايرونا بها شوية. لكن بالنسبه للجيش الوطني دافع عن البلد، وفي 56 قدام قوى عظمى اللي هي ميها انجلترا وفرنسا، ومنعهم من اعاده استيلاء على القناصوص مره ثانيه، ومن هنا بقت في القوه اللي موجوده طبقا لقوه الراجل المفكر الفقير العظيم جمال الحسان لما كان بيقول الموقع يا اما نعمه يا اما نقمه. نعمة لو انت عندك قوة تحميه وتستغل تخليك تستغل امكانياته، ونقمة لو هذه القوة كانت القوة موجودة عندنا في مصر. لما بقت القوة موجودة اول منظر عندنا او مشهد يأكد ذلك انك لما عدت قناة السويس وانتصرت على العدوان الثلاثي سنة 56 استطعت انك انت تستغلي عائد قناة السويس من اول مرة من تاريخ انشائها سنة 1869 1956 اول قرش تخدم من قناه السويس، وكان ومن هنا بدات الدخل المصري سنته من قناه السويس، ودي انت عايش الكلام ده. يمكن في تشابه مع ثوره 30 يونيو عشان كان عاوز يجدد الامكانيات الماديه للدوله، فعمل ازدواج قناه السويس عشان يرفعها من 3 مليار الى 10 مليار. هنا برضه انك انت بتعظم موارد الدوله عشان تدخل على تخطيط. وثورة اجتماعية حقيقية، فلابد ان يكون عندك الامكانيات تقدر تعمل كده. نشوف النهارده لما جاء يبني الانسان زي ما سيادة الرئيس كان بيقول اول حاجة فيها بناء الانسان، ثورة 52 لما كانت اممت وادة الفلاح حقوقه وادة العامل حقه، فبالتالي بدأت وفتحت له التعليم مجاني لغاية التعليم الجامعي، حتى في مقوله للزعيم عبد الناصر كان يقول مالكوش دعوه من المهد للحد، انا المسؤول وانا اللي هعينه بعد ما يخلص، عشان يدي فرصه ويدي امل للشعب انه يجري ورا التعليم ما يسيبوش. وشوفي كم جامعه اتعملت ايام عبد الناصر في الستينات، في خمسينات الستينات، البعثات كانت قد ايه، حتى الاحتفال بمظاهر عيد العلم ومكافاه الناس على الاوائل والخريجين والجوائز التشجيع، كل الكلام ده اتعمل في الستينات، وكانت نقله كبيره جدا الى ان جاءت الحروب اللي وقفت هذه التنميه اللي كانت المفروض كنت هتوصلنا الى مسافات كبيره. النهارده لما قلت 30 يونيو يمكن في مصر عندنا او احنا مكتبات مسلحه انك لا تعمل عمل الا ما تكتب تاريخ نجاح فيه بعد انتهائه وتقول نقط القوه ونقط الضعف، عشان انا لما هشتغل بعد كده هشتغل بيهم الاثنين. فتبص النهارده زي ما قلت لحضرتك لما تشوف 30 يونيو اول حاجه فكر فيها مضاعف الدخل بتاع مصر، نعم،
محطات السويس المزدوجه عشان يكمل بيها. وبالتالي من هنا بناخد نهج او دروس استفاده من ثوره 52 عشان نكمل بيها الثوره بتاعتنا بتاعه 30 يونيو الحمد لله اللي ماشيه في 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 طريق التخطيط الاستراتيجي اللي هو ال 15 سنه واللي كان اول مره اتعمل في مصر. والتخطيط الاستراتيجي 15 سنه الان بيه 30 يونيو بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي كان بيوفر له الموارد والامكانيات الماديه اللي يقدر يكمل بيها ان شاء الله. حضرتك اشرت سياده اللواء الى بناء الانسان، لكن خلال ثوره 23 من يوليو كان هناك ايضا اعلاء لشان المراه المصريه بدا في هذه الفتره وامتد بعد ذلك انتهاء بما نعاصره الان. الو؟ نعم سياده اللواء اتسمعني جيدا؟ لا نص السؤال ما سمعتوش. نعم كنت تتحدثت عن مفهوم بناء الإنسان والذي كان من أساسيات ثورة 23 من يوليو. بناء الإنسان مرتبط أيضا ببناء المرأة المصرية وعلو شأنها منذ هذه الثورة من خلال العديد من القرارات، وشاهدنا ذلك مؤخرا أيضا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف أسست الثورة لمكانة جديدة للمرأة في المجتمع ثورة 23 من يوليو؟ ثورة 52 بدأت تحط مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، وكان إدى بعض الأمثلة لما عين أول وزيرة في حكومات المصرية الدكتورة حكمة أبو زيد، وكانت هي أول وزيرة في من هنا، وبدأ يعمل لها جزء من الاشتراك في الحياة السياسية والكلام ده كله، وسمح لها بالاشتراك في الجامعات والبتاع ده بأعداد كبيرة، وإعادة إنها تبقى مدرسة أو دكتورة في الجامعة أو الكلام ده كله، يسمح بالكلام ده كله ومساعدة كبيرة لهذا الموضوع. وبالتالي كنت بتأسسي، لأن في مجتمع كان مغلق بطريقة معينة، أنت النهاردة بتحاولي تفتحي، ما بتفتحوش مرة واحدة لكن بالتدريج. وبالتالي خدنا الموضوع ده بالتدريج، وبدخلها في كوادر الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي، دخلت في الكوادر ديت، وفي منظمه الشباب كانت موجوده برضه، المراه كانت موجوده، ومن هنا حطيت خطوات التقدم. ومن هنا لما جينا احنا في ثوره 30 يونيو يعني بقى في قسم مشترك دلوقتي بين الرجل والمراه، وبقت المراه عنصر اساسي في المحافظه على الثوره وتأييدها، وبالتالي هي افتتح بقى هنا المجال الكبير للمراه، واتعمل المجلس القومي للمراه والكلام ده كله. وبالتالي انا كده حطيت نص المجتمع، استخدمت المجتمع كله في التقدم وليس نصه بس. ودي خطوات يعني الواحد بيحسبها بالحاجات العظيمه للثورات يعني. نعم شكرا جزيلا لك سياده اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق والمستشار باكاديميه نصر العليا.